المهندس عبير سليم مدير بلدية محافظة كربلاء للحديث أكثر حول الاستعدادات الخاصة بزيارة العاشر من المحرم. حياك الله أستاذ سليم. السلام عليكم ورحمة الله، شكرا لحضرتك وشكرا لقناة التغيير لإتاحة هذه الفرصة لتوضيح الخطة الخدمية لشهر عاشوراء. نعم، الخطة دائما توضع قبل مدة معينة، لكن احنا نعلم انه بدأت الاستعدادات لهذه الخطة منذ وقت مبكر. ما هي الخطوات اللي من خلالها سوف تتيح للمواطن دخول لمحافظة كربلاء بصورة سلسة، وأيضا اتساع الطرق هل لها دور باستقبال العديد من العجلات كونها دائما بزيارة العاشر المحرم أو الأربعينية يصبح هناك اختناق مروري كبير جدا؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. دائما نقول كربلاء لكل العراقيين، ولكن مع الأسف قلة التخصيصات حالة دول تقدم، ولكن لم نقف مكتوفي الأيدي، فاستخدمنا جانب الطريق بالاعتماد على العقول البشرية والجهد الذاتي وما متوفر ومتيسر في تخصيصات المحافظة ومؤسسة البلدية، فقمنا بحملة توسعة استعدادا لهذه الأيام وزيارة الأربعين. طبعا 3000 مشارك على مدار 24 ساعة، هم خاصين بكوادر مديرية بلدية كربلاء، 382 آلية أيضا بالاعتماد على الجهد الذاتي خلال عشرة محرم، كذلك محاور المدينة. الآن الذي يقدم إلى كربلاء من زائرين أو حركة نقل راح يشاهد المحاور الأربعة، لأن استحدثنا محور رابع لدخول المدينة هذه السنة. قمنا بالتوسعة، استقلم على أخوان في قيادة العمليات والقوات الأمنية ومديرية المرور وهيئة النقل للاستفادة من السنوات السابقة. هدفنا أن يصل الزائر في هذه الزيارة في زيارة عاشوراء إلى مركز المدينة. طبعا قدامنا كثير من التحديات، الا وهي مداخل المدينه وتوسعتها ووضع العلامات المروريه وهندسه المرور وتاتيث الشوارع، لكن بحمد الله قمنا بحمله موسعه في هذا العام للاستفاده من الاعوام السابقه. ايضا في مركز المدينه، مركز احياء الشعار، كان هناك تنسيق عالي مع الاخوان في هيئه المواكب الحسينيه والعتبتين المقدستين، حظينا ايضا بدعمهم. نشرنا في مركز المدينه الحاويات، ولدينا معمل لاكياس انتاج اكياس النفايات بدا ينتج ويضخ على كل المواكب الحسينيه. الان بدا التسجيل في المواكب الحسينيه اكثر من 750 موكب علينا ان نقوم بالخدمه. نهيب بالاخوه المواطنين في هذه الايام العصيبه بالالتزام باجراءات السلامه اللي حددتها مديريه صحه كربلاء، وكذلك الحفاظ على البنى التحتيه للمدينه، واكثر تنظيم من اجل عكس صوره مشرقه لهذه الشعيره. استاذ عبير، اللي يخالف دائما ما يكون بالبنى التحتيه عد ما أصحاب المواكب ينصبون سرادقهم الخدمية، هل هناك توجيهات بخصوص هذا الأمر؟ هناك لجنة متابعة من المحافظة وهيئة المواكب الحسينية تبحث عن هويات الإصدار للمواكب، لذا نهيب بالأخوة المواطنين نقول كربلاء لكل العراقيين، سنة الأخرى راح تجي، هذا مكانك وهذا موكبك، من تجي تحافظ عليه. احنا عملية الرصد مستمرة وهذا الفريق الجوال مستمر، راح ننقل سنة الأخرى نمنع من عنده رخصة الدخول إلى كربلاء أو رخصة منح الموكب في حال اعتراضه. أيضا هناك مقبلين على خطة السنة القادمة، مشروع المواكب الحسينية سوف تتبناه محافظة كربلاء ببناء طراز حضاري نموذجي، ولكن احنا تعرف حضرة حملة الإعمار في مركز المدينة توقفنا، ولكن هذه الخطة سوف تدخل حيز التنفيذ. نعم نعم جاسم، يعني وضحت الصورة ووضحت وضحت الاجراءات راح يصير عمليات بعمليه ظل. نعم. بسبب اشعه الشمس العاليه، وانارته راح تكمل وعمليه التنظيف راح تستمر من دار على مدار ال 24 ساعه الى ان يوصل يوم الذروه اللي هو يوم 8 محرم، راح نستكمل كل الاجراءات باذن الله تعالى. ايضا عمليه التخطيط بالشارع لفرز المواكب وتقسيمها خلال عمليه العزاء يوم 10 محرم ايضا منتشره، وان شاء الله. نعم. الله يوفق. وضحت الصوره، اشكرك جزيل الشكر. سليم شكرا. نعم. لك ووفيت لنا بهذه النشره. قناه التغيير، اهلا وسهلا بكم. أشكر ضيفك يا جاسم، وشكرك أيضا على هذا الإيضاح. مراسلنا من كربلاء جاسم الهميم، كنت معنا مباشرة، شكرا جزيلا لك.